كيف كانت عزيمة النصر الفاصلة في الحرب في الميدان؟ أنتم تعرفون كلكم بيحب كرة القدم، أما بينزل فريق زي فريق الأهلي عنده رغبة أنه لا يهزم، عقلية الانهزام مش عنده، يظل يقاتل لآخر لحظة. المنتخبات الكبرى في العالم، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، دخول هدف فيها ده مستحيل، انه داخل بعقلية الفوز، ما بيعرفش غير كده، يا اما فوق فوق يا اما تحت تحت. الظاهر ببارس والملك قطز داخلين الحرب بعقلية الانتصار، ما فيش عنده بديل تاني، لنا الصدر دون العالمين او القبر. ايه بقى اللي حصل؟ الملك قطز نظم جيشه لكي يقوم بعمل كماشة للمغول والتتار. بيعمل ايه؟ بيسحبهم برا المدن، وهم ليس عندهم فكرة عن الحرب البرية، دي اول نقطة في الانكسار. سحبهم للصحراء وتقدم بجيش ضعيف لم يظهر كل الجيش، فأطمع المغول والتتار فينا، فبدأوا يكتسحوا في الأول، وإحنا اديناهم الفرصة لكده علشان يطلعوا 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 يطلعوا. وبعدين نادى الملك قطز وإسلامة وإسلامة، كل بقى الجيوش اللي على الجبال نزلت. شوف التكتيك العسكري، شوف التكتيك العسكري. فعملوا كماشة حول المغول والتتار، ما بين قتيل وما بين أسير، ما فيش ثالث، ما بين قتيل وما بين أسير. ليه؟ لوجود عزيمة النصر، تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون.